بسم الأمير بسم الله الرحمن الرحيم. أيها العب الكريم، انطلاقة جديدة، سابع الأشواط، نتابع أيضا هذا المسلسل الجميل، هذه الانطلاقات الرائعة، هذه القصة الفظيعة بانطلاقة هذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد. تتواصل مع أول المراكز، نشاهد هنالك المقدمة، نشاهد أيضا أول المراكز، الشرف لعلي بن سالم بن سنيد الدعية المري، يقدم لنا شرف ما تتشرف بالانطلاق بحمل هذا الشعار مع أول المراكز. ثاني المراكز هنالك التواجد من قبل الشاهنية، ما تتواجد بشعار ناصر بن محمد بن ناصر البوري بن جمعان مع المركز الثالث، ولكن ثاني المراكز ينخطف من قبل هنالك المتواجد غامرة لناصر بن علي العوض المري. ثالث المراكز شارين ناصر بن محمد بن ناصر البوري، وهنالك المركز الخامس التواجد من قبل الرابع المراكز، من انطلقه تسلت الى المركز الرابع الى ثالث المراكز. تتابع تواصل هذا الطوفان الجميل، فين متعب الراشد بن علي بن سلعان المري، والمركز الخامس هنالك التواجد من شعار البطين، من وصل بهذه اللحظات سراب لعلي بن عبد الله البطين المري. هذه الخمسة المراكز المتقدمة مع أول كيلو ينقضي، ندائنا الأول، نعود ونتحول إلى الصدارة، إلى أول المراكز، كي نرى التغيرات التي طرت وجرت من قبل المقدمة. مغامرة انطلقت بمغامرة الناموس، تقدم لنا المغامرات الجميلة الفظيعة مع الصدارة. مغامرة المملوكة لناصر بن علي العوض المري، المركز الثاني من الجانب الأيمن، هنالك التواجد مع المركز الثاني حاملة الرقم 17 أو حاملة الرقم 7، من غيرت الأمور وانطلقت إلى أول المراكز. هنالك مشكلة لسالم بن محمد بن حمد بن حلفان المري، يقدم لنا مشكلة، من تقدم لنا هذه أيضا الانطلاقات الجميلة. المركز الثاني هنالك الوصول من قبل لا مشكورة ناصر مع المركز الثاني، انطلقت تام مع الصدارة بشعار هنالك ابن مهيرة، تنطلق مصيحة مع المركز الأول، أو هنالك المتواجدة على أول المراكز المتحدة لسالم بن سعيد بن مهيرة المري، المركز الثاني. نشاهد هنالك التواجد من قبل سمحة العبيد بن علي بن عبيد السناري، أتذكرها جيدة سمحة عند حين ما حققت أول المراكز في السباق الماضي. المركز الثالث هنالك التواجد من قبل شعار البطين بتواجد هنالك سرابة علي بن عبدالله البطين المري، تتواجد على المركز الرابع شرف لعلي بن سالم بن سنيد الدعية، وهنالك أيضا المركز الخامس، ولكن نعود إلى أول المراكز لنتابع هذه المنافسة الجميلة. تحية الكيلومتر الأخير الخطير أيضا المثير بتواجد هذا الحفل الغفير الذي شاهد هذه الانطلاقة الجميلة، بتواجد هنالك المقدمة والصدارة من حافة، أو هنالك المتواجدة مصيحة، ما تتواجد على المركز الأول، تتواجد المتحدة لسالم بن سعيد بن مهيرة المري، ولكن سمحة 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 لشعار عبيد بن علي بن عبيد السناري أيضا خطيرة بتواجد خطورة من قبل المتحدة وسمحة، وهنالك القدوم من قبل شرف لعلي بن سالم بن سعيد الدعية، ولكن غيرت على أول المراكز سمحة، انطلقت مع الصدارة سمحة بشعار عبيد بن علي بن عبيد السناري، سمح الله دروبش يا سمحة، وسمح الله أيضا دروب الأسماء المتواجدة، سمحة مع الصدارة مع المركز الأول، ولكن المتحدة ما زالت على ثاني المراكز بشعار سالم بن سعيد بن مهيرة المري، الثالثة تتواجد هنالك عذب أحمد بن راشد بن ربيعة الكواري، ولكن عود مع سمحة من انطلقت وحققت الانطلاق المميز والمباعدة الجميلة عن بقية الأسماء المتواجدة، سمحة بشعار عبيد بن علي بن عبيد السناري يريد تحقيق النقطة الثانية، وأيضا أيضا التتويج بناموس هذا الشوط، الشوط السابع بانطلاقة سمحة. سلام سمحة، سلام سلام السناري، سلام سلام وتحية واحترام إلى أهلي الجميلية، بأيضا ناموس الثاني بتحقيق سمحة على أول المراكز. المركز الثاني كان الوصول من قبل المتحدة لسالم بن سعيد بن مهيرة، المركز الثالث كان الوصول من قبل ثالث المراكز عذبة لأحمد بن راشد بن ربيع الكواري، المركز الرابع